لما حد يتسلطك لحد تاني، لحد ما يجي، بيبقى له ثواب منها برضه؟ له ثواب. قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال تعالى: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال تعالى: وما يفعلوا من خير فلن يكفروه. والله أعلم. جزاك الله خير. وإياك وإياك.